الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة البيولوجي جزء الحيوان. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض يا أولادي في حلقة جديدة وترم جديد من مادة الحيوان. خلينا فاكرين إن إحنا خلصنا الترم اللي فات الحمد لله على خير، وأتمنى إن أنتوا تكونوا حققتوا أعلى الدرجات. المادة سهلة وشيقة وممتعة، وخاصة الترم الثاني هتحس فيه بحاجات جميلة جدا، هتحس انه هو اقرب ليك لانه معظمه حاجات موجودة معانا بالفعل. هناخد فيه قبيلة الديدان الاسطوانية، هناخد فيه جزء كبير جدا وشيق وممتع باذن الله. اتمنى ان انتوا تتابعوني باستمرار لان الحلقات مهمة فعلا. في الترم الاول عرفنا يعني ايه علم الحيوان ويعني ايه علم التصنيف، وخدنا حاجات مهمة جدا زي الانقسام والتكاثر وتركيب الخلية، كل ده واكتر خدناه في الترم الاول. وخدنا ان العلماء بدأوا يقسموا الحيوانات نظرا لعددها اللي وصل الى عدد مهول جدا، يقسموها على حسب التشابه، وزي العالم لينوس والعالم جون راي وغيرهم من العلماء اللي اجتهدوا وعرفوا لنا يعني ايه النوع وقسموا لنا المملكة الحيوانية. النهاردة ان شاء الله هنبدأ ناخد حاجة جميلة جدا، بس قبل ما ادخل في قبيلة الديدان الاسطوانية احب انوه ان انا هاخد باذن الله في الترم ده قبيلة الديدان الاسطوانية اللي هتضم عندي النماتودة المتطفلة على النبات وعلى الحيوان، وهناخدهم بالتفصيل. ثم هننتقل الى قبيلة الديدان الحلقية، وهناخد دودة الارض فيها، وهناخد دودة الارض الحقيقية وغير الحقيقية. ثم هننتقل الى مفصليات الارجل اللي منها الجمبري اللي احنا بنحبه وبناكله، هناخد فيه صف القشريات وصف الحشرات وصف عديدات الارجل زي ام 44 وذات المئة رجل والالف رجل. ثم هننتقل بعد ذلك الى قبيلة الرخويات، وهناخد منها حاجات جميلة جدا ذات المصرعين زي ام الخلول اللي كلنا بنحبها ذات المصرع الواحد، وهناخد حاجات كتيرة جدا في الرخويات اضرارها ومنافعها. هننتقل للنقطة الاهم وهي قبيلة الفقاريات، وهناخد منها الحبليات اللي هتضم عندي خمس صفوف وهي صف الزواحف البرمائيات، وهنقول ليه سميت البرمائيات بهذا الاسم في وقتها ان شاء الله. وهناخد صف الاسماك، وهناخد صف الطيور، وهنشرح الحمامة، وهناخد صف الثدييات، وهنقول ان الجلد في الثدييات مغطى بشعر ولها غدد لبنية بترضع صغارها، وعشان كده سميتها ثدييات. ثم هننتقل وهنشرح برضو الارنب، وهناخد اهم الاجهزة اللي موجودة زي الجهاز الهضمي في الارنب. ثم هننتقل الى العلاقات الغذائية، سواء كانت تطفل سواء كانت افتراس تبادل منفعة، حاجات كتيرة جدا وشيقة وهناخدها، وهناخد يعني ايه اهرامات الغذاء، ويعني ايه السلاسل الغذائية، ويعني ايه الكيلو كالوري. ما تروحوش من بعيد واستعدوا للترم الاول مفاجآت. الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله يكون شيق وممتع، تابعوا الحلقات، وان شاء الله في نهاية الترم بنعمل حلقة مراجعة كاملة بتشمل كل الترم بكل الاسئلة اللي خدناها فيها. اتمنى تركزوا معايا، هناخد يعني ايه لما يجي لي علل في الجزئية دي، يعني ايه صح وغلط، يعني ايه اكمل. وطبعا اولادي وبناتي اللي تابعوني في الترم الاول عرفوا ان في اسئلة مهمة جدا بنقولها في نهاية الحلقات باذن الله. تعالوا كده ندخل عالم الحيوان، ندخل الترم الفصل الدراسي الثاني، ونشوف قبيلة الديدان الاسطوانية بتقول لنا ايه. قبيلة الديدان الاسطوانية بتنقسم الى النيماتودة المتطفلة على الحيوانات والنيماتودة المتطفلة على النبات. هناخد في النيماتودة المتطفلة على الحيوانات الاسكاريس. الاسكاريس ده سواء كان اسكاريس الانسان وحيوانات المزرعة، سواء كان اسكاريس الماشية، وهناخد الانكليستوما. والانكليستوما دي هناخد فيها اسئلة مهمة جدا،
وهنشوفها في وقتها إن شاء الله، وهيجي فيها علل بإذن الله. ثم ننتقل إلى النيماتودة المتطفلة على النباتات، وهناخد أهم الآفات النيماتودية المنتشرة في مصر زي نيماتودة تعقد الجذور. ثم هننتقل إلى زي ما أنا قلت الوقت ونويت قبيلة الديدان الحلقية، وهنقول إن قبيلة الديدان الحلقية بتنقسم الحلقيات إلى 3 صفوف، قبيلة اللي هو صف قليلات الأشواك زي دودة الأرض، عديدات الأشواك زي دودة الرمل، العلقيات زي العلق الطبي، وفي وقتها هنفرق بينهم وهناخد أهم الفروق إن شاء الله. قبيلة مفصليات الأرجل زي ما أنا قلت هناخد منها صف القشريات، ودي زي الجمبري، وناخد منها صف عديدات الأرجل زي أم 44 وذات المئة رجل والألف رجل، صف الحشرات وده زي الصرصور والجراد، صف الحشرات اللي احنا بناخده كده وندرسه في سنة تانية ان شاء الله لما اولاده وبناته هينتقلوا للصف التاني، هندخل عالم الحشرات بكل اللي فيه وهناخده بالتفصيل بإذن الله. وهناخد برضو في قبيلة مفصليات الأرجل صف العنكبيات زي القراد والعنكبوت الأحمر. ثم هننتقل لقبيلة الرخويات وناخد منها صفوف عديدة زي صف مزدوجة العصب، مجدافية القدم، الرأس قدميات، ذات المصراعين زي ام الخلول، عارفين ام الخلول اللي بناكلها يا اولاد لما بنيجي نفتحها كده بنقول ذات المصراعين، صف البطن قدميات مثل القواقع الوسطيه للبلهارسيا، فاكرين يا اولاد واحنا بنشرح في درس البلهارسيا لما كنا بناخد قوقع بولانس وقوقع البيوموفلاريا، كل ده واكتر هنلاقيه في قبيله الرخويات. زي ما نويت ان احنا هننتقل بعد ذلك لقبيلة الحبليات اللي هتضم عندي صف الاسماك زي سمك البلطي، صف البرمائيات زي الضفدع، ومن اسمها هنقول علل سميت البرمائيات بهذا الاسم، اخليها في وقتها ان شاء الله عشان تفكروا فيها، وفي وقتها لما نيجي نشرحها تقولوا لي ليه انا سميتها برمائيات. صف الزواحف، وهنقول ساعتها ان الزواحف الجلد بتاع الجسم بتاعها مغطى بحراشيف قرنية، وهنقول ليه زي السلاحف والثعابين. صف الطيور زي الحمامة زي ما نويت ان احنا هنشرح الحمامة وناخد منها الجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي، وصف الثدييات زي الأرنب، وهناخد القوارض الفئران وأضرارها وأسباب الزيادة فيها وأنواع الفئران المنتشرة في مصر إيه، ودي بيجي فيها سؤال برضه في الامتحان. هناخد العلاقات الغذائية زي ما أنا نوهت، هناخد الافتراس والمعايشة والتكافل والتطفل والترمم، إزاي بيكون فيه علاقة غذائية عشان تاخد الغذاء بتاعها سواء عن طريق الافتراس، المعايشة، التكافل، التطفل والترمم. هناخد يعني ايه سلسلة غذائية، هناخد يعني ايه اهرامات الغذاء، وفي الاخر خالص هنعرف الكيلو كالوري. طيب تعالوا يا اولاد نبدأ في اول قبيلة وهي قبيلة الديدان الاسطوانية. يا ريت كل ولاد وبناتي يطلعوا الكراسة بتاعتهم ويكتبوا لي أول درس النهاردة في الفصل الدراسي التاني وهو قبيلة الديدان الإسطواني، يبقى الترم التاني أو الفصل الدراسي التاني بيبدأ عندي بقبيلة الديدان الإسطوانية اللي هاخد منها الإسكارس وهاخد منها الإنكليستوما. هناخد الأول خالص الصفات العامة، هي اسمها قبيلة الديدان الاسطوانية من غير مذاكرة، لو قال لي اذكر الصفات العامة لقبيلة الديدان الاسطوانية، الجسم اسطواني ذو تماثل جانبي، ودايما بنوه لكلمة ذو تماثل جانبي عشان هناخدها كتير سواء في أولى أو في تانية، يعني لو أنا جيت أنا كده عندي تماثل جانبي، لو جيت عملت شق طولي بالشكل ده هلاقي النص ده زي النص ده، هلاقي هنا عين هنا عين، نفس الحكاية في قبيلة الديدان الإسطوانية، وممكن تيجي صح وغلط. يبقى واحد قبيلة الديدان الإسطوانية الجسم إسطواني ذو تماثل جانبي، الجسم مغلف بطبقة من الكيوتيكل وغالبا ما يكون جدار الجسم شفاف، طبقة الكيوتيكل دي طبعا بتحميها من الظروف والمؤثرات الخارجية.
تتواجد الحتة دي، ممكن تيجي صح وغلط في الامتحان، ممكن تيجي أكمل، بقول من أول الفصل الدراسي التاني أهو، ممكن تيجي صح وغلط، ممكن تيجي أكمل، تتواجد في معظم البيئات العذبة. يعني إيه؟ توجد في المية العذبة والمالحة والتربة، ممكن تيجي أكمل، ممكن تيجي صح وغلط، تعيش أو تتواجد قبيلة الديدان الأسطوانية في معظم البيئات، مياه عذبة ومالحة وتربة، ده علامة صح أو غلط. طبعا دي صح. ممكن أجي أغير في الأسلوب شوية وأقول لا تتواجد قبيلة الديدان الأسطوانية في معظم البيئات، يبقى غلط. لكن لما أقول لك تتواجد قبيلة الديدان الأسطوانية في معظم البيئات، يبقى الإجابة إيه يا أولاد؟ برافو عليكم، سمع أولادي وبناتي بيقولوا لي صح، لأنها تتواجد في المياه العذبة، المياه المالحة والتربة. الحتة اللي بعد كده ممكن تيجي برضو نفس الطريقة، تعيش إما حرة أو متطفلة، إما حرة أو متطفلة على الإنسان والحيوان والنبات. الأجناس منفصلة. يعني ايه الاجناس منفصله يا ولاد؟ يعني في ذكر وانثى، يعني اقول ذكر الاسكارس انثى الاسكارس، لكن لو خنثى تضم اعضاء التذكير والتانيث على نفس الحيوان. ولكن قبيله الديدان الاسطوانيه تتميز بان الاجناس منفصله. يعني ايه يا ولاد؟ يعني في ذكر وفي انثى. تتميز بوجود جهاز اخراجي وعصبي، الجهاز الهضمي أنبوبي، بيبدأ بفتحة الفم وينتهي بالأذن. تتميز الأنواع المتطفلة، والحتة دي ركزوا تحت، حطوا تحتها مليون شرطة. تتميز الأنواع المتطفلة على النبات منها بوجود فم مسلح برمح قوي، وظيفته إيه؟ يساعدها على التطفل والتغذية على النبات. يساعدها على التطفل والتغذية على النبات. يبقى الأنواع المتطفلة على النبات دي بتتميز بوجود فم مسلح برمح قوي علل كي يساعدها على التطفل والتغذية على النبات. هنبدأ الأول ناخد النيماتودة المتطفلة على الحيوانات اللي انا قلت ايه دلوقتي يا اولاد، برافو عليكم، الاسكارس والانكليستوما. بس هناخد ننوه عنها الاول ان هي بتعيش في هذه الديدان في القناه الهضميه للحيوان وفي الدم وفي الانسجه الضامه واعضاء التنفس. يبقى بتعيش المتطفله على الحيوان دي فين يا اولاد؟ في القناه الهضميه للحيوان، في او الدم او الانسجه الضمة، وأيضا في أعضاء التنفس، العائل المعوية أو دمه، كما تفرز مواد سامة أو تسبب جروح. الجروح دي بتؤدي إلى إيه؟ هنشوف دلوقتي. يبقى اللي يهمني إن هي بتعيش فين يا ولاد؟ في القناة الهضمية للحيوان، الدم، الأنسجة الضمة، أعضاء التنفس. طيب الجروح دي بقى بتؤدي إلى ضعف الحيوان المصاب، ضعف الحيوان المصاب، وبالتالي طالما الحيوان حصل له ضعف بتعرضه لكثير من المسببات المرضية الأخرى مثل البكتيريا والفطر والفيروس. ومن أهم الديدان الخيطية بقى اللي هي موجودة دي اللي بتتطفل على الإنسان والحيوان، الإسكارس والإنكليستوما، اللي أنا هبدأ ادرسهم النهارده ان شاء الله، ونشوف بيعملوا ايه وازاي اكافح عمليه الوقايه والعلاج. يبقى انا دلوقتي اللي يهمني في الحيوانات المتطفله الديدان الاسطوانيه المتطفله على الحيوانات او النيماتوده المتطفله على الحيوانات، ان هي بتعيش فين يا ولاد؟ داخل القناه الهضميه او الدم او الانسجه الضامه او اعضاء التنفس، وبتعمل جروح. الجروح دي لازم طالما في جروح يؤدي الى ضعف الحيوان. طب الحيوان ضعيف، يبقى ايه؟ هيتعرض لكثير من المسببات المرضيه. تعالوا نشوف كده الاسكاريس. اول حاجه هتقابلني يا اولاد الاسكاريس، بيضم جنس الاسكاريس انواع كبيره كثيره جدا، منها ما يصيب الخيل والدجاج والابقار. الحته دي ممكن تيجي صح وغلط، الاسكاريس يصيب الخيل
والدجاج والأبقار ممكن تيجي في صح وغلط نركز عليها. يبقى الإسكارس بيصيب مين يا أولاد؟ الخيل، الدجاج، والأبقار، إلى جانب إصابته للإنسان. وسوف نتعرض بالدراسة لإسكارس الإنسان وإسكارس المشاة. دورة الحياة، تضع الأنثى بيض حوالي 250,000 بيضة في اليوم. شايفين العدد يا أولاد؟ أي حوالي 30 مليون بيضة طول فترة حياتها. الأنثى بتضع عندي في اليوم 250,000، في دورة حياتها كلها 30 مليون. شفتوا العدد قد إيه يا أولاد؟ طول فترة حياتها. وعند توفر الظروف يتكون الجنين داخل البيضة. في حوالي أسبوعين تتكون يرقات بتنسلخ لأول مرة وتعطي الطور اليرق الثاني، وهو الطور المعدي. يا رب تكونوا مركزين معايا وعارفين انا عايزه اقول لكم ايه دلوقتي. هنكتب الاسكارس الطور المعدي فيه الطور اليرق الثاني، لان ممكن يجي في الامتحان ضع علامه صح او خطا. الطور المعدي في الاسكارس هو اليرقه الفولاريه. برافو عليكم. الطور المعدي في الاسكارس هو الطور اليرق الثاني. يبقى هنجيب واحنا بنكتب كده هنقول الطور المعدي في الاسكارس، لان دي بتيجي اكمل، تيجي صح وغلط بتيجي اختار. يعني لازم يجي لك طور معدي في اي واحده من اللي احنا هنشرحهم. فالطور المعدي في الاسكارس هو الطور اليرقي الثاني. ممكن اقول لك ضع علامه صح او غلط، الطور المعدي في الانكليستوما هو اليرقه الفولاريه. برافو عليكم. او هو السركاريا، يبقى ايه الاجابه؟ خطا. ولكن الطور المعدي في الاسكارس هو الطور اليرقي الثاني. عندما يبتلعه الانسان او الماشيه بتهضم اغلفه البيض وتنطلق اليرقات لتخترق جدار الامعاء، لان انا قلت بيعيش في الامعاء بتاعه الحيوان او الانسجه الضامه او الدم. يبقى الطور اليرقي الثاني هو الطور المعدي. واثقه ان انتوا كتبتوها دلوقتي يا اولاد، لان بتيجي في الامتحان هتيجي صح وغلط، هتيجي اختار، هتيجي اكمل. يبقى لازم نكون عارفين ان الاسكارس الطور المعدي بتاعه هو الطور اليرقي الثاني. دي دورة حياة الاسكارس، احنا بس بنعرضها علشان ما تروحش من بالنا ونعرف الدورة ماشية ازاي وايه اللي بيحصل لما الانسان بيتغذى على الخضار الملوث او بدون غسيله. عشان كده اول حاجة في الوقاية والعلاج غسل الخضروات جيدا. هنبدأ ناخد الاضرار التي يحدثها الاسكارس للحيوانات المصابة. احنا قلنا بيصيب هذا النوع من الاسكارس الى جانب الانسان حيوانات المزرعة كالابقار، كالخراف اللي هو الخرفان يعني، والخنازير. بينتج عن الاصابة ايه؟ 1 تهيج الانسجة والتهابها واحيانا تلفها عشان اليرقات هتخترق هذه الانسجة. يبقى اول حاجة من غير ما ذاكر تهيج الانسجة والتهابها، واحيانا حاجه التهبت وحصل تهيج فيها يبقى احيانا تلفها نتيجه لاختراق اليرقات. امتلاء الامعاء بالديدان البالغه وبالتالي بيسبب انسداد لهذه الامعاء. امتلاء الامعاء بالديدان البالغه مما يحدث لها للامعاء انسداد. تهتك في الأغشية المخاطية نتيجة إن هي بتتعلق بيها فيحدث بها تهتك. طب الأعراض على الحيوانات الصغيرة إيه يا ولاد؟ نموها بطيء، صحتها معتلة، وفي أثناء مرور اليرقات في الرئتين فإن الحيوان يجد صعوبة في التنفس. في حالات الإصابة الشديدة يحدث التهاب رئوي مصحوب بخروج ديدان، بشاهد ده اكتر في الخنازير والاغنام المصابة. بشاهد ايه يا اولاد؟ اعراض تسمى الدوخة، والديدان البالغة تسبب اضطرابات هضمية، واحيانا تهاجر الديدان الى القنوات المرارية.
اللي يهمني هنا في الحالة دي حدوث حالة بسميها اليرقان، وهو ضمور الكبد الحاد الأصفر، اليرقان. فرقوا لي ما بين اليرقان والرهقان. الرهقان ده انا هقوله دلوقتي نتيجة الإصابة بالانكليستوما، اللي هو زيادة ضربات القلب عند القيام بأي مجهود. لو انا قمت بأي مجهود ولو بسيط وانا مصابة بيها، بيحدث زيادة في ضربات القلب، بسميه مرض الرهقان. يبقى انا عندي اليرقان ده موجود نتيجة الإصابة بالإسكاريس، وهو التهاب او ضمور الكبد الحاد الأصفر. التهاب أو ضمور الكبد الحاد الأصفر نتيجة الإصابة بالإسكاريس. ولكن في الرهقان اللي أنا لسه هقوله دلوقتي، يبقى عايزين نفرق ما بين اليرقان والرهقان. اليرقان هنا ضمور الكبد الحاد الأصفر نتيجة الإصابة بالإنكليستوما، نتيجة الإصابة بالإسكاريس. ولكن الرهقان نتيجة الإصابة بالإنكليستوما. ايه هي الاعراض بقى على الماشيه؟ يعيش الحيوان متطفلا في الامعاء الدقيقه للماشيه، يتغذى على المواد الغذائيه الموجوده بالامعاء، ويسبب الحيوان المصاب بعض الاضطرابات العصبيه والهضميه نتيجه لما يفرزه الجسم من مواد سامه. يبقى اولاد الاسكاريس بيحدث عندي ايه؟ تهيج في الانسجه، التهابها، ضمور الكبد الحاد الأصفر اللي أنا بسميه اليرقان، بيحدث التهابات شديدة جدا. طيب في الماشية إيه اللي حصل هنا؟ هي بتعيش داخل الأمعاء بتتطفل عليها، فبالتالي هتتغذى على المواد الغذائية الموجودة، ويسبب للحيوان المصاب بعض الاضطرابات اللي موجودة دي نتيجة إن هي بيفرز الجسم المواد سامة. وقد تتحرك الديدان داخل القنوات المرارية فتسدها وتسبب انفجار الحوصلة. ويتسبب عن وجود الديدان عدم إقبال المواشي المصابة على الأكل. أكيد في ديدان عمالة تنهش وعمالة تعمل تهتك وعمالة عاملة التهابات، يبقى المواشي يا ولاد هتقدر تاكل، بتمتنع عن الأكل وعدم إقبالها على الأكل، وظهور أعراض الإسهال والمغص المعدي، وتصبح الحيوانات المصابة كئيبة المنظر. طبعا يا أولاد هي مش بتاكل، فبالتالي هتبقى كئيبة المنظر ومتعبة، وعند الاقتراب منها يفوح رائحة تشبه رائحة الإسكارس الطازة. الحتة دي مهمة برضه، عند اللي ما قرب منها يا أولاد، يا عندها إسهال، عندها مغص، عندها كآبة منظر، أما باجي أقترب منها بقى بشم ريحة الإسكاريس الطازج. طرق الوقاية والعلاج. طبعا لما وريت لكم دورة الحياة دلوقتي، كان اللي يهمني إن أنا لما هو اتغذى على غذاء ملوث، على خضروات ملوثة، يبقى أول حاجة إن أنا أغسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل الاستعمال، أو قبل ما استخدمها، أو قبل ما أتناولها. اولادي وبناتي انا عايزاكم تركزوا جدا، وطبعا تقولوا لامهاتنا في البيوت ان لازم نغسل الخضروات والفاكهه باستمرار، ونغسلها جيدا، مش اي غسيل كده تحت الحنفيه وبس، لا لازم ننقعها شويه ونغسلها ونهتم بغسيلها ونظافتها، لانها السبب الرئيسي في نقل العديد من الامراض. وزي ما احنا شفنا زي الاسكارس اول حاجه اهو، ان هو لازم اغسل الخضروات والفاكهة قبل تناولها او قبل استخدامها. منع استخدام الاجهزة الاسمدة البرازية في التسميد. ما جيبش اسمدة برازية واعملها في تسميد الاراضي، ما بالتالي هنقل الطور المعدي، هنقل البيض بتاعها. يبقى كده اتنين، منع استخدام الاسمدة البرازية في التسميد. فواحد، غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها، عدم استخدام الأسمدة البرازية أو عدم التسميد بالأسمدة البرازية، في عدم استعمالها في التسميد، والتبرز في الأماكن المعدة لذلك، لأن ممكن الإنسان المصاب لو اتبرز في أي مكان يحصل برضو انتشار وعدوى. عدم تناول المأكولات المعرضة للذباب، وفي النهاية خالص علاج المرضى. أولادي وبناتي طبعا عملية الوقاية والعلاج سهلة جدا. أغسل
الخضروات جيدا بالماء، اغسلها جيدا قبل تناولها، عدم استخدام الأسمدة البرازية في التسميد، التبرز في الأماكن المعدة لذلك، عدم تناول مأكولات بتكون معرضة للذباب، وعلاج المرضى. أنا عملت وقاية في الأول، إن أنا عملت إيه؟ غسلت الخضروات والفاكهة، عدم التسميد بالأسمدة البرازية، عدم التبرز في الأماكن المعدة لذلك، وعدم تناول مأكولات مصابة أو معرضة للذباب. في الآخر خالص في حد مصاب، علاج المرضى. طيب نيجي للإنكليستوما، ديدان خطافية بتصيب الإنسان، بتعيش في الأمعاء الدقيقة، بتثبت فمها المسلح بالأسنان بجدار الأمعاء، وتنهش الغشاء المخاطي للأمعاء، وتمتص ما يسيل منه من دماء، وتفرز مادة تمنع التجلط. طبعا موجود عدد مهول، هنعرف بقى مقدار ما يفقده الجسم من دم. احنا عارفين ان عددها كبير جدا ومهول داخل الامعاء، فهنقدر كمية الدم المفقود، وعلى هذا فتسبب فقر شديد في الدم، ويعاني المصابون منها بمرض الرهقان. ايوه، سمع اولادي وبناتي بيفرقوا ما بين اليرقان بتاع الاسكارس والرهقان في الانكليستوما. اليرقان هناك كان التهاب الكبد الاصفر الحاد، ده نتيجة الاصابة بالاسكاريز. طب ده الرهقان، وهو لما نيجي في الامتحان نقول لك علل لما ياتي سرعة ضربات القلب عند القيام باقل مجهود. سرعة ضربات القلب عند القيام بأقل مجهود ليه يا ولاد؟ نتيجة حدوث مرض الرهقان نتيجة الإصابة بالإنكليستوما. الحتة دي يا ولاد عايزاكم تذاكروها كويس قوي، الفرق ما بين اليرقان والرهقان. الرهقان هو سرعة ضربات القلب عند القيام بأي مجهود. زي ما احنا شايفين، علل لما ياتي حدوث مرض الرهقان نتيجة الإصابة بالإنكليستوما، وهو سرعة ضربات القلب عند القيام بأي مجهود. التور المعدي اليرقة الفولارية، يبقى أنا النهاردة خدت 2 تور معدي. الطالب الشاطر اللي هيقولهم لي، خدت التور المعدي في الإسكارس وخدت التور المعدي في الإنكليستوما، يبقى هنكتب التور المعدي في الإسكارس التور اليرقي الثاني. طب التور المعدي في الانكليستوما اليرقة الفولارية، لازم يجي منهم سؤال وبيجي صح وغلط او اكمل او علل. دي دورة حياة الانكليستوما، وشكل واضح جدا لليرقة الفولارية. اليرقة الفولارية اللي هي التور المعدي، اللي هي ولاد التور المعدي. الاضرار، الأضرار هنا رغم صغر حجم الطفيل إلى أنه أشد ضررا، يعني هو أصغر حجما من الإسكارس بس هو أشد ضررا. ليه يا ولاد؟ لأنه يقوم بتهشيم الأنسجة المبطنة للأمعاء. تهشيم الأنسجة المبطنة للأمعاء حيث تتغذى على الدم، والدودة شرهة جدا في مهاجمة الأنسجة. يبقى ليه يا ولاد هي أكتر خطورة؟ لأنها تتغذى على الدم. 2، الدودة شرهة جدا في مهاجمة الأنسجة، ليس بقصد الغذاء، برافو عليكم، ولكن بقصد الحصول على كمية كبيرة من الدم ليحصل منها على الأكسجين اللازم لعملية التنفس. يبقى على الرغم إن الإنكليستوما أصغر حجما إلى أنها أكثر ضررا. علل ليه يا ولاد؟ لأنها تقوم بتهشيم الأنسجة المبطنة للأمعاء، تتغذى على الدم، الدودة شرهة جدا في مهاجمة الأنسجة، بس مش عشان تحصل على الغذاء، لا ده عشان تحصل على الدم اللي لازم لعملية التنفس.
يبقى اولاد خدنا النهارده في الاسكاف في قبيله الديدان الاسطوانيه حاجتين مهمين جدا، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوهم، الاسكارس والانكلستوما. الاسكارس الطور المعدي فيه الطور اليرق الثاني، ولكن في الانكلستوما اليرقه الفولاريه. طب انهم اشد خطر؟ قلنا الانكلستوما اشد خطر لانها بتهاجم بتتغذى على الدم وتهاجم وشرهه جدا في مهاجمه الانسجه، شرهه جدا في مهاجمه الانسجه، بس مش بقصد الحصول على الغذاء، لا ده عايزه تاخد دم اللازم عشان تحصل منه على الاكسجين اللازم لعمليه التنفس. يبقى اسئله مهمه وشيقه النهارده في ماده الحيوان للفصل الزراعي الاول. كان يهمني جدا اعرف اعراض الاصابه في الاسكارس، طرق الوقايه والعلاج، يهمني الطور المعدي، نفس الحكايه في الانكليستوما، بس الطور بس الانكليستوما زادت حته صغيره انها على الرغم من صغر حجمها الى انها اكثر واشد ضرر لانها بتتغذى على الدم، الدوده بتاعتها شرهه جدا في مهاجمه الانسجه عشان تحصل منها على الدم وليس الغذاء، عشان تاخد من الدم الاكسجين اللازم لعمليه التنفس. الاعراض، واحد انا قلت يا اولاد بتتغذى بكميه كبيره جدا واعدادها مهوله في الامعاء، فلو قسنا العدد بتاعها اللي موجود في الامعاء ده عدد كبير جدا من الديدان يبقى هيحصل فقر دم من غير مذاكره، يبقى رقم واحد يصاب المريض بفقر دم. طيب انا عندي فقر دم هيحصل لي ايه؟ هزال، ضعف. عارفين يا اولاد لو فهمنا الانكليستوما بتعمل ايه، بتتغذى على الدم واعدادها كبيره جدا باعداد مهوله في الامعاء، هعرف ان هي بتعمل فقر دم، وبالتالي انا عندي فقر دم يبقى عندي ايه؟ هزال، ضعف. ده ممكن تبقى ممكن الموت في النهايه لو استمر في التغذيه على الدم بنفس الكميات، قد تحدث قرح نتيجه لكثره نهش الانسجه، حدوث آلام بالمعدة واضطرابات في الهضم وبراز مدمم. وبراز مدمم، مش عايزة أولاد وبنات يشتغلوا في البيت دكاترة ولو شافوا براز مدمم يقول لك بس نتيجة الإصابة ده عنده الانكليستوما، قد يكون أعراض تانية. خلينا فاكرين إن إحنا كنا خدنا في البلاريسيا أعراض مشابهة لده اللي هو برضو خروج دم، خروج براز مدمم، فالأعراض ما تختلطش معانا ونعمل نفسنا في البيت دكاترة ونقول بس طالما فيه براز مدمم بيبقى ده نتيجة الإصابة بالإنكليستوما، طبعا بنسيب ده للمختصين وبيعملوا التحاليل اللازمة وبنعرف أعراض الإصابة دي بمرض إيه. بس الإنكليستوما بتحدث آلام، اضطرابات في الهضم وبراز مدمم. نيجي هنا حدوث التهابات جلدية خصوصا بين أصابع القدمين عشان بتدخل منها، شعور المريض بالتعب، برافو عليكم لسه قايلاها، عند القيام بأي مجهود نتيجة الإصابة بمرض الرهقان. يبقى هنا علل لما يأتي، شعور المريض بالتعب والإجهاد عند القيام بأي مجهود نتيجة الإصابة بالإنكليستوما. ونوه برضو إن أنت لما تشوف حد في البيت مجرد ما يعمل مجهود بسيط بيتعب، ما تقول ما نعملش نفسنا دكاترة ونسيب ده للمختصين. الوقاية والعلاج، هناك في الإسكارس كنا بنقول أول حاجة غسيل الخضروات والفاكهة بالماء قبل استعمالهم. اتنين، عدم التبرز في الخلاء والتبرز في الأماكن المعدة لذلك. ده في كان فين يا ولاد؟ في الإسكارس بس أنا بفكركم. عدم استخدام التسميد البرازي أو الآدمي في عملية التسميد. كنا بنقول في الآخر خالص علاج المرضى. طب ما تيجي نشوف هنا الإنكليستوما، عدم التبرز في العراء، عدم السير حافي القدمين. تيجي في الامتحان علل لما يأتي، ينصح بعدم السير حافي القدمين للوقاية والعلاج من الإنكليستوما. يبقى هنا سؤال علل مهم جدا، خدنا في الإنكليستوما أول حاجة سؤال علل، على الرغم من صغر حجم الإنكليستوما إلى أنها أشد ضرر
الطالب الشاطر اللي هيفكرني بيها. كنا بنقول ليه يا اولاد؟ لانها بتهاجم شرهة جدا في التغذية على الدم، مش بقصد الغذاء، لا بقصد الحصول على الدم علشان تعمل منه، تاخد منه الاكسجين اللازم لعملية التنفس. خدنا اتنين في علل، اتنين في الانكليستوما، علل لما يأتي شعور المريض بالتعب والاجهاد عند القيام باي مجهود ولو بسيط نتيجة حدوث مرض الرهقان، وهو نتيجة الإصابة بالإنكليستوما. رقم ثلاثة فعلل، ينصح بعدم السير حافي القدمين. برافو عليكم للوقاية والعلاج من الإنكليستوما. طبعا التوعية الصحية بخطورة الدودة وعلاج المرضى. طيب انا كده خدت النيماتودة المتطفلة على الانسان، على الحيوانات اللي بتعيش في الامعاء الدقيقة او على الانسان. طيب لو جينا نشوف النيماتودة المتطفلة على النباتات، النيماتودة المتطفلة على النباتات بتنحصر صورة التلف في اعراض نقص التغذية بسبب وجود الديدان، بتنحصر برضو في النمو الغير طبيعي للنباتات المصابة، حيث بتكون متقزمة وباهتة اللون وتذبل تدريجيا، تكوين العقد والانتفاخات بالجذور وذبول وتغير لون الأوراق، ويصبح النبات المصاب بالنيماتودة عرضة بطريقة غير مباشرة للإصابة من المسببات المرضية الأخرى. وسائل انتقال العدوى بالديدان الثعبانية، رقم واحد المجاري المائية كمياه الصرف والري ومياه الأمطار الجارية، رقم اتنين الإنسان وحيوانات المزرعة. السؤال بيجي هنا مهم جدا يا أولاد، الأدوات الزراعية كالعربات والجرارات والمحاريت وخلافه، واستخدام أجزاء نباتية مصابة كالأبصال والبذور والشتلات والدرنات، وتحتاج بعض عمليات الخدمة إلى نقل أقوامة من التربة من مكان لآخر، ودي طبعا مصدر هام لنقل العدوى. دي أهم الآفات النيماتودية في مصر، نيماتودة تعقد الجذور، ودي أعراض الإصابة: ذبول وعطش، تعفن الجذور المصابة، جذور خشبية وعقد جذرية، شلل الجذور الرئيسية. مقاومة إن أنا بعمل اتباع دورة زراعية، زراعة أصناف مقاومة، والعناية بعمليات الخدمة. وفي الأراضي شديدة التلوث ينصح بزراعة محصول بقولي صائد يقلب في الأرض، بالإضافة إلى فائدته كسماد خضري. أولادي وبناتي النهاردة خدنا درس مهم وشيق جدا، وهو قبيلة الديدان الأسطوانية. خدنا الصفات العامة، واتمنى ان احنا نفرق بين الصفات العامة ليها، جسمها شكله ايه، ذات تماثل ايه، بتنتشر فين، بتعيش فين بالظبط يا اولاد. خدنا الاسكارس والانكليستوما بالتفصيل، خدنا فيهم شوية اسئلة مهمين جدا، عايزاكم تجمعوهم كده وتذكروهم كويس، لان بيجي منهم اسئلة كتيرة في الامتحان. اهتم يا اولاد بالترم التاني، الترم التاني فترته قصيرة، الاسئلة فيه جميلة جدا وشيقة، اهتموا بيها، ان شاء الله هتحققوا احلى الدرجات في الترم واعلاها ان شاء الله في الفصل الدراسي التاني. بس نركز شوية ونركز في اسلوب الاسئلة وطريقتها، ان شاء الله تحققوا اعلى الدرجات. اتمنى نكون استفدنا بدرس النهارده، الاسكارس والانكليستوما ونيماتودا تعقد الجذور. ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله في قبيله الديدان الحلقيه ودوده الارض، وناخد معلومات اكتر عنها باذن الله. اتمنى نكون استفدنا بحلقه النهارده، اشوفكم الحلقه اللي جايه باذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لنتابع هنا كيف يقوم العمال بعملية التجميع، وأيضا كيف يتم صناعة مختلف القطع الخاصة بالسيارة. كما ترون هنا يتم جلب هذه القوالب الجاهزة تماما، وما على العمال فقط هو أن يقوموا بتجميع القطع مع بعضها البعض عبر الروبوتات. لنتابع. كما تشاهدون أمامكم يتم تسوية كل القطع وتجميعها مع بعضها البعض، وأيضا يتم دهانها بالوجه الأول وهو اللون الأبيض كما ترون. لمتابعة. بعد أن يتم طلاء السيارة يقوم هذا العامل بطلاء الأماكن الضيقة التي لم تصل إليها الروبوتات. الآن تنقل هذه السيارات عبر هذا الخط للمرحلة المقبلة. تمر هذه السيارات على عملية الفحص وأيضا وضع القطع النهائية، ولا تخرج سيارة أو تتحرك إلا أن يتم فحصها 100%. لنتابع خط السيارات هذا وكيف سيقوم العمال بتجميعه. هنا بالطبع يتم تجميع الزجاج وباقي القطع الأخرى، وبالطبع الروبوتات هي من تقوم بالعمل الشاق والمهمات الصعبة، أما البشر فهم مجرد مشرفون على الأمر، أما الكمبيوترات والروبوتات هي من تقوم بالأمر برمته كما ترون. لنتابع رحلتنا في هذا المصنع. الآن يتم تركيب المقاعد الداخلية ومقعد السائق وأيضا الكثير من الإكسسوارات الخاصة بالسيارة. لنرى معا. أما هنا تابعوا كيف يتم تجميع هذه القطع الخاصة بالسيارات السوداء. يبدو أن الكثير من الألوان تندرج تحت مخططات هذه السيارات.
تتابع كيف يتم نقل أسطول السيارات هذا حتى يتم صفه، وذلك لتبدأ عملية تجربة كل سيارة على حدة. هنا يتم فحص كل سيارة على حدة من حيث الإمكانيات وأيضا جهوزيتها الكاملة للنزول إلى الأسواق. انظروا إلى المساحة الشاسعة التي تصف بها هذه السيارة. أما هنا نترككم مع عملية الفحص الشاملة لهذه السيارات وكيف تتم بغرف الإضاءة هذه، لنتابع مع هذا الخبير كيف يتم فحص السيارة من جميع الاتجاهات، سرعتها، التسارع الخاص بها أيضا. يبدو أن هذا نموذج مصغر للسيارات، يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم وضع البخار عليه حتى يتمكنوا من تجربة الهيكل الخارجي وكيف يمشي عليه الهواء. يبدو أن هذه السيارة مصممة لتكون آمنة 100%. لنتابع هذا العرض التشويقي من هذه الشركة.